الحقيقة مهرجان العالمين الجديدة هو مهرجان لكل المصريين، مهرجان بيلبي كل الأذواق، مهرجان شهد حالة استثنائية قوية جدا منذ بداية انطلاقه ولحد دلوقتي، مهرجان مليان بزخم كبير من الفعاليات والأنشطة المتنوعة الرياضية والفنية والثقافية. بعد نجاح الأسابيع اللي فاتت بيستمر المهرجان في تقديم مفاجآت جديدة، لسه في مفاجآت لجذب الجمهور من جميع الشرائح والأعمار. فعلا يا محمد، خصوصا ان امبارح كان في او في الاسبوع اللي فات كان في حفلات كاسة 90 اللي بتعتبر من ابرز الاحداث الفنية في الاسبوع، وضمت وجمعت كوكبة من نجوم التسعينيات على مسرح العالمين، محمد فؤاد، هشام عباس، حميد الشاعري، ونخبة من النجوم اللي عملوا كده حالة استثنائية اشعلوا بيها المهرجان وقعدونا لذكريات جميلة جدا لايام التسعينيات. اجمل ذكريات يا هبة، انا يعني بشكل شخصي عن نفسي عاشق لاغاني التسعينات، حميد وعلاء عبد الخالق ومحمد فؤاد والاسماء الجميله الرائعه اللي احنا كلنا وجداننا تشكل بيها، جيل الشباب كلنا سمعنا الاغاني دي وتربينا عليها بشكل كبير جدا، اغاني كده تدخل القلب. كاسة 90 بيحيي مره ثانيه اغاني التسعينات اللي كانت مميزه بايقاع ورتم وموسيقى مختلفه جدا، الجمهور تفاعل جدا مع مهرجان العالمين الجديده وكاسة 90، ومش بس جيل التسعينات لكن حتى الاجيال الجديده كمان كانوا بيسمعوا منير وعمرو دياب وتامر حسني بعد كده واسماء مهمه جدا في الساحه الفنيه المصريه. الحقيقه مهرجان العالمين ما اقتصرش فقط او لم يقتصر فقط على الحفلات الغنائيه، لكن طبعا في اجنده فيها كتير من الفنون المختلفه، من اهم الفنون دي فن المسرح، في عروض مسرحية مميزة زي مسرحية شهرة للمخرج المتميز خالد جلال، واللي قدمت قصة كده إنسانية مؤثرة عن طموح الشباب وإزاي يحققوا أحلامهم. مهرجان العالمين مهرجان مليان تنوع وحالة من البهجة كده والسعادة بيعملها للناس وكل مرتديه، والسهر والانبساط والفعاليات الرياضية والنشاط. مهرجان العالمين مهرجان حقق معادلة قوية في مسيرة من القوى الناعمة المصرية،